أسعد الله مساءكم، تحية لكل مشاهدينا. نلتقي من جديد وككل عدد عبر هذا البرنامج لتبادل السؤال والجواب عبر الرقم الظاهر أسفل الشاشة. إذن لا تترددوا في الاتصال لطبعا الحصول على الاستشارات والتوجيهات لكل قضاياهم القضائية. معنا أول اتصال. ألو. ألو، نعم، مرحبا. السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. كل احتراماتي أستاذ. شكرا، مرحبا بك. يا أستاذ، أنا حبيت نطرح سؤال. نعم. يعني انشغال خاصة هو راه على مستوى المحاكم الإدارية، راه راكم على بالكم الموظفين تاع الوظيفة العمومي. واش بهم الموظفين تاع الوظيفة العمومي؟ شوف يا أستاذ، أنا من ذوي الهمم، من ذوي الاحتياجات الخاصة طبقا للمرسوم التنفيذي 09 حماية الأشخاص المعاقين وإدماجهم. نعم. ونايا نخدم على على مستوى بلدية موظف. نعم. يتعسفوا كما نقولوا احنا الوظيفة تسيير الموارد البشرية ترجع للإدارة. طبعا. ما ترجعش عند غير رئيس البلدية اللي عنده صلاحيات يتدخل. درك أستاذ أنا يا درك باش كيما حمل خدمتش مع الحملة الانتخابية راح يتعسف التحويلات بدون مبرر، ودرت استفسار هكذا اسمح لي التحويلات هذه. اسمح لي الاخ، اسمح لي الاخ، الاخ اسمح لي هكذا ما نفهمكش انا. يتعسف ويدير التحويلات واش عليه؟ احنا برنامج يشرح القانون، لكن اعطيني خصصني. قال اسمح لي رئيس البلديه انه النواب يتبع النائب تاعو، يعزلني انا من ذوي الهمم، يبعثني في بلاصه ما تبقى للماده 30 من الوظيفه العمومي الظروف الحسنه والاحترام والكرامه تاع الموظف. الاخ انت الاخ انت تم تحويلك من طرف رئيس البلدية من مصلحة إلى مصلحة أخرى. خمسة تحويلات بدون سبب، وبعثني في آخر مرة بعيد، يعني أنا من ذوي الاحتياجات الخاصة، بعثني قريب 10 كيلومتر نمشيها أبي، ما عنديش وسائل وكيك وخدمتها. بصح يبعث لي النايب تاعو يسبني ويهيني ويزيد يوقفوني على العمل، يعني بدون مراعاة جميع المواد وجميع القوانين. الأخ القانون الأخ القانون واضح وهما تعسفوا. الأخ اسكو، الأخ اسمح لي، يعني في أكثر من 7 أشهر وهما يتعسفوا في الإجراءات. البرنامج يسمع اسئله قانونيه ويجاوب. البرنامج ماهوش لي باش نتهجموا على الناس ولا باش نفرغوا قلبنا. استاذ على الدرك اكيد انت راك تسمح لي، فقط انت راك تفرغ في قلبك، اطرح لي سؤالك نجاوبك انا. سؤالي هو اسكو رئيس البلديه يقدر يمثل رئيس الجمهوريه ويتخذ جميع القرارات بعيد عن جميع السلطات. الاخ سؤالك وشنو هو سؤالك؟ أنا درك نحوس واش من سلطة اللي راهي تتخذ القرارات اللي تتبع رئيس البلدية برك. دوك نجاوبك، دوك نجاوبك. شكرا. يعني رجاء، يعني البرنامج تثقيفي ونحن بحاجة إلى أننا نعرف حقوقنا وبحاجة نعرف القانون. كاين ناس ما يعرفوش لظروف أو أخرى، وكاين ناس يعرفوا شوية قانون ولكن بطريقة خاطئة، كاين ناس يعرفوا القانون على حساب مصلحتهم، كاين وكاين وكاين. إذا حبذا لو ماهوش تقييد للحرية ولكن أو تقييد للرأي، ولكن لما نحبوا ناخذ استشارة أو توجيه أو شرح لشوية على القانون باش نعرفوا على الأقل منين نبداو، وفيما بعد كاين حلول أخرى. أننا ما نتهجموش على الأشخاص، لأنه التهجم على الأشخاص يعاقب عليه القانون. بخلاف ذلك أنا أبحث عن حق ما راحليش في الناس. هذه تشتغل في إدارة، الإدارة هذه يحكمها قانون ويحكمها مسؤول، والمسؤول هذا تحكمه قوانين، والقوانين هذه تراعي مصلحة الموظف وتعطيه طرق الطعن سواء إدارية أو قضائية. إذا ما نقدروش الآن، أنت حقيقة عندك تفضيل لأنك من ذوي الهمم، من ذوي الاحتياجات الخاصة، يعني معاناتك في الحياة أكثر من معاناة الإنسان اللي بصحته،
لذلك وجب أن تكون معاملة خاصة، ولكن ما نقدروش نعرف الظروف تاع التحويل تاعك من مكان إلى آخر، هل لضرورة المصلحة، هل لأن كثير من المسؤولين أو بعض المسؤولين ينتقموا من عامل أو موظف عمومي عن طريق التحويل، يعني ينتقم منك بالقانون. القانون لم يشرع للانتقام، والقانون لم يشرع لتصفية الحسابات. القانون شرع لحماية الحق أو للدفاع عن الحق أو للمطالبة بالحق. إذن الواضح الآن أنك إذا تعرضت لتعسف ولا إذا تعرضت لأي من المعاملات اللي يرفضها القانون أو من التصرفات اللي يرفضها القانون، تقدر تلجأ إلى المسؤول المباشر، لأن رئيس البلدية هذا ماهوش هو رقم واحد في الناحية، لأن كاين مؤسسات وكاين أجهزة وكاين قضاء وكاين أعمال تاع مؤسسات متكاملة، وكاين كثير من الأمور تقدر تديرها. إذا كان جانب إداري الظلم إداريا، إذا كان الأمر يتطلب قضاء، تروح للقضاء الإداري، تظلم عند القضاء الإداري. طبعا لازمك ملف، لازم تعرف الحقوق تاعك. كاين كثير من المراسيم تنظم الموظف، خاصة إذا كان من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن ما تدخلش في هذه المتاهات. عارفين واش يوقع في الإدارات، ونعرف ربما أكثر ما يتعرض له العامل في بعض المؤسسات نتيجة جهل القانون أو نتيجة التعسف في استعمال القانون. إذن مباشرة تعرف الجانب الإداري تطعن فيه، وتعرف الجانب القضائي إذا تعلق الأمر بالجانب القضائي وتطعن فيه. معنا اتصال آخر. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أخت أم محمد بلعبي. من؟ أخت أم محمد نشيدي بلعبي. مرحبا بك، تفضلي. تفضلك. لا خليك تقصيك، عندي قضية تاع النفقة. نعم. أنا مطلقة طفل عندي 8 سنوات. نعم. ومن قواسيم تاع النفقة. انت طلقتي 15 حبسوها لي. واش من النفقه اللي حبسوا لك؟ النفقه تاع الابن. شكون اللي حبس لك؟ زوجك؟ الزوج، طليق تاعي. طليق حبس النفقه. حبس لي النفقه من 2015. من 2015؟ وانا مشارع فيه من 2015 حتى اليومين هذا. سبع سنين انت تشارع فيه؟ سبع سنين وانا شارع فيه. واش داروا له امر بالقبض؟ دار الامر بالقبض وراح محل بحث. هو في عين صفراء ولايه نعامه. راح موجود يعني في الجزائر. هو راه ثم عطاوه امر بالقبض ودفنوه للجدارميه تاع من ساكن هو الضائعه تاعه. ومن رحت لهم ورحت عند الوكيل الوكيل الجمهوريه وسقسيته. قال لي طلعناها للجدارميه، وعاود كي دخلت عليه المره الثانيه قال لي لا غيروا فيه وما راح يتوجهي للصندوق كشغل قالوا ما يعطيني حتى حق. انت رفعتي ليه دعوه وحده مره وحده؟ نعم. رفعتي ليه شكوى وحده؟ مانيش نسمع فيك. يعني انت شكيتي به مره وحده، شكوى واحده؟ لا، شكيت مره ثلاث مرات ولا نشكي به. هذا لازم كل شهرين ديري له شكوى، كل شهرين، لان جريمه. انا كل مره ندير له شكوى وخرج لها الحكم صيغه تنفيذيه، وهذه المره خرج لها حكم ارض القبض. نعم، دوك نجاوبك، حبيتي دوك نجاوبك. وانا دوك عندي مشكل، انا غير في الجدرميه تاع وين ساكن، كي انا يقول لي حكمنا وطلبنا، انا المشكل ما عرفت وين توجه دوك. دوك نجاوبك. الله يحفظك. يعني للاسف متاسف. لماذا متاسف؟ لانه مطلقة بطفلة في عمر 8 سنوات، يعني بدلا من أنها تعتني بتربية بنتها أو توقف على بنتها، لأن المفروض أنه في إطار سياسة الدولة الطفل يتم رعايته من صغره، لأنه إذا كبر في هذه الظروف وراح إلى الجريمة، بنت أو ولد راحوا للجريمة في سن المراهقة وما بعد ذلك، لأن ما كانش كاين رعاية وما كانش كاين، لأنه راح يشعر بيشعر بعدم الأمان، يشعر بأنه صاحب حق، ولكن يسمع القصص هذا الطفل وهذا البنت بلي الأب تاعها ربما ما يدفعش النفقة، والأم تاعها تخليها في البيت وتروح المحكمة في عشرات الجلسات ويطالب في هذا الحق، ويكبر في 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 قلبها وفي ذهنها تكبر هذه المعاناة تاع هذه الأم. مع نظرتها لمؤسسات الدولة، هذا البنت وهذا الابن
يقول لك الأم تاعي مضت سنوات هي في المحاكم وما ما قدرت تجيب حتى دينار. حقيقة كاين إجراءات نديروها، ولكن أيضا لابد أن تكون هناك صرامة. قانون صارم، لابد أن تكون هناك صرامة. 7 سنوات هي في المحاكم. كاين كثير من الحالات وين أمهات ومطلقات عندهم أطفال، تنازلوا عليهم الإخوة تاعهم والأخوات الأب تاعهم تنازلوا ولقاو روحهم في الشارع، كاين اللي لقاو روحهم في وضع اجتماعي سيء، كيراو في مناطق نائية نتيجة أنه الإيجار رخيص. وكاين أباء يحاول يتملص، يقول لك أنا ما ندفعش النفقة وما يقدروا يديروا لي ولا شيء، لأنه يسمع قصص ويسمع روايات يروح يحكموا له بعقوبة مع عقوبة تنفيذ أو يحكموا له مع عقوبة نافذة، المهم أنه ما يدفعش. وكان حتى إذا دخل السجن وما يدفعش، يعني معاناة ومأساة. الآن يصدر لك أمر بالقبض، هذا الإنسان محل بحث الآن وقتاش يحكموه، هذه خدمة مصالح الأمن. إذا أنت تروح تسألي يقول لك القضاء دار خدمته، القضاء ما هوش هو اللي راح يحكم الناس، القضاء دار خدمته ومشكور لأنه صدر أمر بالقبض على هذا الشخص لأنه تعنت. مطلوب منك تديروا له عدة قضايا باش يصدروا له عدة أوامر بالقبض، لما يتحكمش اليوم يتحكم في كبره، وراح يشوف المعاناة اللي خلى بنته تعاني فيها، مش انتي ولكن البنت نتاعو. على الأقل لابد أن يعاقب لأنه ما عندوش ضمير، لأنه ما عندوش قلب. 7 سنوات ما يصرفش على بنته، كيفاش راهي عايشة؟ مانيش عارف هل يقدر يرقد في الليل؟ بنته كلات ما كلاتش؟ مرضت تعالجت ولا لا؟ لا وين راهي ساكنة؟ يعني على الأقل لازم يحاكم محاكمة تخليه يحس بحجم الجريمة اللي ارتكبها. يعني لو كما كانش الأم أنت ربما ظروفك سيئة وإلا لما قمت بإمضاء كل وقتك في السعي والجري وراء الوثائق. إذا تنتظري تنفيذ الأمر بالقبض، ولما ينفذوا بالأمر بالقبض يدخلوا الحبس، أيضا مشكلة، شكون راح يدفع لك؟ تقدر تروح لصندوق النفقة، كاين إجراءات تديريها على الأقل تضمني مدخول معين. صندوق النفقة كان إجراءات لأنه ماهوش موضوعنا اليوم، ولكن تروح للمحكمة يعطوك الوثائق اللي لازم تجيبيها والطرق اللي تسلكيها باش تحصلي على هذه النفقة مؤقتا إلى حين القبض على الطريق تاعك. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أستاذ. نعم، مرحبا. أستاذ، أنا عندي مشكلة صارت لي في سكنة عسكرية. وشو وقع لك؟ حادث عمل؟ وقع لك حادث عمل؟ أنا كنت كي دخلت ستاجر. نعم. كملت مدة تربص. نعم. صارت لي حادثة في اليمنى. إيه. أعطوني شهادة طبية، شهادة فحص. نعم. خرجوني، خرجت إناض. إيه، بعد عندك تبعت مع الصندوق؟ عندي شهادة طبية وكي جيت خارج حاسبت أنا وخرج. عندك أعطوني برية. تبعت أعطوني برية. شافوك الأطباء؟ شافوك الأطباء تاع الصحة العسكرية؟ شافوك؟ شخص هو اللي خرجني إيه. نعم. ومن بعد الآن اتصلت، عندك ملف عند الصندوق؟ الصندوق عندي غير شهادة طبية. أنا قلت لك كي خرجت. نعم. أعطوني كما نقولوا إحنا الظرف في رابور تاعهم. من بعد وش درت أنت؟ هل رحت هل اتصلت بالصندوق؟ وجهوك لا موجهوكش؟ ما سمعتش أستاذ. تم توجيهك نحو الصندوق ولا لا؟ كيف؟ هل تم توجيهك نحو الصندوق، صندوق التأمينات؟ مشيت، المشكل اللي صار لي أنا قالوا لي كي حطيت البرية في مكتب التنظيف في وهران. نعم. قالوا لي كي خرج أصحابك في 98 أروحنا نخدموا لك واحد. نعم. كي وليت نخدموا لي أوربيتا جديدة زدت خدمت عام. نعم. وكنت قماني زايد عام وزدت خدمت الضربة اللي انضربت عاود خرجت استخدمت متطوع مع الجيش. نعم. وراح كما نقولوا احنا باتريوت. نعم. ما يوم الى هذا ما
وين مروح يقول لك ما عندكش حق ما عندكش حق. دوك نجاوبك. طبعا تخصنا كثير، تخصنا كثير من التفاصيل. يعني طبعا المؤسسة العسكرية هي مؤسسة ككل المؤسسات، عندها إدارة وعندها تنظيم وعندها صندوق التأمينات تاعها الخاص بالعسكريين طبعا وشبه العسكريين، وموجودة صناديق جهوية لتتلقى الملفات هذه بالعمل طبعا كما في المؤسسات المدنية كما مؤسسة الضمان الاجتماعي أو مؤسسة أخرى لتتكفل بالضمان الاجتماعي للعمال. هناك عمل يقوم به الأطباء، نفس الشيء بالنسبة للمؤسسات المدنية. المؤسسة العسكرية قلنا هي مؤسسة عادية لما يتعلق الأمر بالمنتسبين لهذه المؤسسة. الآن ما نعرفش كثير من التفاصيل، ولكن أنك خرجت نتيجة وضع صحي معين تاعك، طبعا شكون اللي يتكفل به؟ هو نفس الشيء بالنسبة للعامل المدني، يتكفل به الصندوق الخاص بالتأمينات تاع العسكريين أو الشبه عسكريين اللي ينتميوا لهذا الصندوق. إذا الملف تاعك تجمعه إذا ماهوش مجموع، والله إذا خصو فيه وثائق، كاين أجل تاع الاستحقاق وأنت تستحق المنحة تاعك يحل بحلول هذا الأجل. طبعا الإدارات، أنا نقول دائما الإدارات لابد أن تراسل كتابيا، وإذا ما وثيقة خصت في هذا الملف لابد أن تضاف من طرفك أنت، تسعى تروح تجيبها من مكان معين، ولا يقدروا هم يطلبوها لأنه إدارة في إدارة يقدروا يجيبوها. هذه الملفات تسوى إداريا، وموجودة كثير من الحالات اللي ربما تم تسويتها، وما نقولش وديا ولكن عن طريق المراسلات الإدارية، لأن صاحب الحق في قضايا التأمينات وفي قضايا العمل كل شيء واضح. يعني ما يقدروش إنسان عنده حق يقول له ما عندكش الحق هكذا، لأن هذه الإدارة وضعت لخدمة هذا العامل سواء كان مدني أو عسكري. معنا اتصال. ألو. ألو، السلام عليكم أستاذ. وعليكم السلام. معك نوفل من قسنطينة. الله يبارك، تفضل. يزيد فضلك. والله نسقسيوك على واحد القضية برك. نعم. هي تاع ولد عمي كان خاطب وعاقد مع إنسانة قبل الدخول، ومن بعد طلق قبل الدخول. نعم. كي طلق ولات تدرك الإنسانة هذه قاعدة تهدد فيه. تهدد فيها كديتي ذهبيا يعني عطيتك. واحد خطره هضرت معها انا قلت لها شوف يا انسان انت كيف جا للدار تاعكم هذا وسرق. انت علاش هضرت معها؟ انا انت علاش هضرت معها؟ تلم هو عاد يعني استاد نصالحك عاد بخلوع مسكين، ورحنا للكوميساريا وقالوا له روح ارقد بالنوم وما تخافش. ولا خطره عيطت له قلت له هات نهضر معاك، قلت له درك انت واش تحوسي عند الانسان هذا؟ قلت له ما يتفاهمش. انت ما تخافش؟ انت ما تخافش؟ لا ماشي كاسي ما خافش يعني. قلت له هات، شفت هو مخلوع قلت له هات نهضر. هضرت معاه يعني من والله من حسن نيه يعني. فهات قلت له اختي يعني الا كان صح مديتي له كيف مديتي له؟ ساعات تقول لي راني هبطت له انا، ساعات تقول لي او رجعوا لي بلاكيور، كل خطره كيف تقول لي يا استاذ. نعم. ايه هذه هي القضيه. ورحنا تقصينا يعني الحق، ولا كي شافك والله هذيك نهار في التلفزيون قال لي حاب نهضروا مع الاستاذ هذا، قلت له ماشي مشكل نهضروا معاه. هذه هي القضيه استاذ. هذه اللي كان تزوج بها صح ودار معها الاولاد وطلقها، واش يصرى له؟ زقت عليه بالك. اذا حبيت تعرف هل يعني قانونيا كيف يدير الخطر؟ شو ما قلنا وقالوا له روح نحي الرقم تاع الهاتف، هو ماهوش حابين نحي الرقم تاع الهاتف. ما ينحيش رقم الهاتف. والى حد واش حكيت لنا انت ما كان حتى قضيه، ما كان لا تهديد، ما كان لا سرقه، ما كان لا نصب لا والو. يعني هي والله العظيم قاعده تهدد فيها استاذ. انا قاعد نقول لك والله العظيم اني عارف يعني سمعتها بودني، ماشي يعني والله سمعتها بودني. نعم هو الاحسن. قلت لها انا كيف ادخل للدار وسرقكم هذا؟ قالت لي ها ما تدخلش للدار. مع العلم هما في زوج كبار في العمر 48 سنه و 49 سنه. خلاص راح لها هذا، ما تقدرش تتزوج ربما. نعم راح لها زوج. والله العظيم ما فهمتش انا، قلت نقول لها واش كاين برك فهميني واش كاين. قالت لي ما كاين والو، ديفولت كوبي تليفون. هضرت مع زوج خطرات ما نكذبش، هضرت مع زوج خطرات. ولا هما يقولوا له في الامن روح بدل، راح الامن يقول له روح بدل النمرو. يعني هما عطاو حل من الجذور يعني باش يقطع العلاقه، ولكن لما يبدل الهاتف تاعو يجيب رقم جديد، زيد تجيب الرقم تاعو زيد تعيطوا في الرقم الجديد. اذا هو شوف الى حد الان ما كان لا تهديد، ما كان لا سرقه، ما كان نصب، ما كان ولا شيء، ما كانش جريمه. لو كان شوف الانسان اللي عنده حاجه في يده
هاو ما يبقاش يعيط في التليفون ويهدد، يروح مباشره يدير شكوى تاعو. لانه الان هذا مؤشر بانه ربما ما كانش قضيه اصلا. وهذا كي الله يجازيك، هو حب شو الحل القانوني هكا يا اسكو، يروح عند وكيل الجمهوريه يشكي حب. ما يروح ما شوف ما يروح ما والو، هذا يروح يشوف حياته من جديد لانه كبير في العمر مش متزوج. هذا ما هوش متزوج، لا لا والله ما هو متزوج. هذا روح زوجه ولا روح دير له حل. ان شاء الله ان شاء الله. شكرا 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 على الاتصال. يعني المجتمع بكثير من التناقضات وبكثير من ربما المشاكل المفتعله اللي ما فيهاش فايده اصلا، اللي تعكر الحياه تاع كل انسان. ولكن كل ما تسمع قصه تنسى قصه، وكلها قضايا تصب في خانه تضيع الوقت وعدم الالتفات بان الحياه هي ساعات وثواني تمر بسرعه البرق. يعني نبقاو حنا هذا انسان زوج بإنسانة بالوثائق فقط قبل الدخول، وتم الطلاق قبل الدخول، وكما يقولوا في المجتمع تاعنا خلاص المكتوب. لست ادري لماذا هذا الكم من الحقد والكراهيه اللي تربط الاشخاص باش كل طرف يولي يحوس على اختلاق مشاكل للطرف الاخر. عجيب. مواطنه بعد قليل. طبعا مواطنه لهذا العدد، اخترنا التطرق لانشغال الكثير من الفلاحين، الكثير طبعا وما أكثرهم. المادة 29 من القانون 013 متضمن استغلال الأراضي الفلاحية الأملاك الخاصة للدولة. طبعا نتحدث عن المستثمرات الفلاحية اللي نشوفها في كل مكان، اللي طبعا تأمن الكثير من الغذاء للجزائريين. وطبعا هذه الأراضي الفلاحية لابد لها من حماية قانونية، لأنها أراضي ملك للدولة، ولكنها تقدمها للخواص على شكل امتياز. وهناك أيضا تعاون بين كثير من الفلاحين والأشخاص اللي استثمروا في هذا الامتياز. هناك عدة شروط لابد أن تحترم وجوبا. طبعا هي تصنف في باب الإخلال بالالتزامات، أولها تحويل الوجهة الفلاحية للأراضي. أعطيتك أرض دير فيها الفلاحة وتدير فيها حي، تجيب ولاد عمك وتجيب اهلك وتجيب بنتك تطلق تسكنها ثم، ومن بعد تولي تدي في الكهرباء من مش عارف منين، ودير لي حي داخل. هذا هو التوجيه. او تستعمل دير مصنع كما راهم يديروا مصانع الاسمنت داخل اراضي فلاحيه، نعطيك ارض دير فيها الفلاحه دير لي فيها مصنع اسمنت، وكذا وكذا وكذا. هذا شرط من الشروط. ايضا هناك عدم استغلال، كاين يدي الاراضي مخلينها بور ما يفلحوها، مديها في الوثائق، مخلي الناس اللي قادره تخدم واللي حابه تخدم ويديها لمده سنه. ولكن المشكله اننا نشوفوا اراضي بور لمده سنوات وما كانش اللي يتحرك. القانون يقول سنه واحده، عشرات السنين اراضي بور ولكنها لا زالت ملك او منتفعين بها اشخاص اخرين بموجب عقود امتياز، ولكن لا احد سحب لهم هذه الاراضي. وكاين اللي يبيع الاراضي الفلاحيه للناس يديروا احياء فوضويه داخل الاراضي الفلاحيه، ايضا لا احد يتحرك، القانون واضح. هناك ايضا مشكله كبيره انه هؤلاء اللي تشوفوهم مستغلين الاراضي الفلاحيه تاع الدوله او المستثمرات هم اشخاص مؤجرون، يعني كاريين على المستفيد. المستفيد يدير ايجار اللي مرفوض الايجار من الباطن، الشرط الثالث اللي يعتبر اخلال بالالتزامات، يدي ارض على الدوله تخرج العقود باسمه ويروح يكريها للناس اللي تخدم صح، اللي صح عندهم النيه انهم يخدموا. هو يدي الايجار، ارض ماشي تاعك تاع الدوله عطاتك تخدم بها، تولي تاجرها وتدير ايجار نتاع. هذا مرفوض، يدخل ضمن الاختلالات. اكثر من ذلك عندما لا تدفع الاتوات يعني مقابل هذه الارض لمده سنتين متتاليتين. اربع شروط تجعل من الاراضي الفلاحيه او من المستثمر او من المنتفع قام بإخلال بهذه الالتزامات، ويترتب عن ذلك أنه نسحب منه هذا الحق. ينتهي وقت البرنامج، نلتقي إن شاء الله في الإعداد القادمة. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.